المنتخبين في الاشتراك عليهم التحضير في تمام الساعة الثانية والنصف من ظهيرة ذلك اليوم. الانطلاق سيكون في تمام الساعة الواحدة من مساء يوم السبت القادم. أيها الأعزاء، انطلق شوط الختام وختامها مسك، والمقدمة مباشرة مع مزاح لجابر بن عبد الهادي بن جابر بن حسين البريدي على المركز الأول وعلى الصدارة، يليه شاهين علي بن عبد الله بن شفيع، وننتقل إلى ثالث المراكز العابر لمحسن بن محمد بوصلعة المري، ويليه دخول من شعار بن مسعود مبدع لحمد بن سالم بن مسعود على ثالث المراكز المركز الرابع لمحسن بوصلعة المري، وخامس المراكز ومن يحتل المركز الخامس الباز لهادي بن راشد بن نديله المري. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، وعودتنا إلى مزاح جابر بن عبد الهادي ومزح ثقيل، مزح ثقيل يا جابر، يمزح بالناموس، يمزح بالمركز الأول. يا سلام يا سلام على سلالة مزاح، سلامي عليك يا أبو عبد الهادي على تقديم هذه السلالات وعلى العروض الممتازة كما عودنا جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي في الحضور في الأشواط القوية والأشواط الحساسة والمحافل الدولية أيضا. مزاح مزاح أيها الأعزاء مرتاح، مزاح مرتاح على الصدارة وبدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. يا سلام يا مزاح، يا سلام يا مزاح، سلامي عليك يا أبو عبد الهادي. إذن أيها الأعزاء، شوط شوط مزاح، الفوز مع مزاح، سلام مزاح، سلام سلام لأبو عبد الهادي، سلام سلام لهذا الشعار المميز ولهذا الإبداع. إذن مزاح أيها الأعزاء يختتم هذه الأشواط وينتزعها، وسلام السلام إلى عزبة جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي على هذا الفوز المستحق وبدون أي تعليمات وبدون أي أوامر، أوامر طفيفة فقط لا غير، قام راس وانهى الراس وانهى الشوط راس. تهانينا تهانينا على فوز مزاح وعلى تميز مزاح، وأشكرك يا جابر باسم الجمهور، أشكرك باسم الجمهور على هذه المواصيل التي وصلت إليها مزاح اللي وصل إلى خط النهاية كما ذكرت مرتاح للغاية. لحظات الوصول المركز الثاني، المركز الثاني شاهين لعبد علي بن عبد الله بن شفيع، المركز الثالث، المركز الثالث مبدع لحمد بن سالم بن محمد بن مسعود، المركز الرابع، رابع المراكز المحيط لفهد بن علي بن سفران، وخامس المراكز، المركز الخامس كان عليه دخول جماعي. تهانينا لكل الفائزين أيها الأعزاء في هذه الأشواط. إذن مزاح يصل إلى خط النهاية بتوقيت زمني ممتاز وقوي، قطع المسافة في دقيقتين 21 ثانية بالوفاء والتمام. فتهانينا لمالك مزاح جابر بن عبد الهادي بن حسين البريدي، تهانينا وناموس يا أبو عبد الهادي. التهاني انتقلت من الميدان إلى عزبة أبو عبد الهادي في هذا المساء. المركز الثاني يصل في ثاني المراكز شاهين، وتوقيت دقيقتين 25 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لعلي بن عبد الله بن شفيع المري، المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الثالث مبدع، هذا ليس بشعار بن مسعود عزيزي. المركز الثاني رقم 4، إذن المركز الثالث، إذن شكرا للإخوان على خط النهاية.